البارحة جاءني طرقوا الباب فجأة جاء إلى البيت. منو؟ شرطة بريطانية. تدري الشرطة مع هذه الأحداث يصير عندهم يعني قلق شوية وكذا، يريدون يتأكدون من سلامة يعني المهددين بالقتل، المهددين وإذا جاي يهددون طبعا بالمظاهرات. السلام عليكم، سلام، دخلوا داخل كذا وقام يتكلمون، شنو ها شلون تشعر وضعك ما ادري شنو. الحمد لله اشعر وضعي تمام يعني جدا، انا متعايش مع ذلك تمام المعايشه. اي احنا راح دائما نحميك، راح ما ادري شو نسوي، راح يجون شرطه، يصير اكو الارم، يصير اكو فلاج، يصير ما ادري اجراءات كثيره معقده عندهم ما لي علاقه بها. اللطيف هذا قالوا واتس اول ذس اباوت، يعني هذا الفيلم شنو مسوي؟ قلت لهم هو لانه بصراحه هؤلاء they don't like criticism، لا يحبون النقد، وأنا من طبعي أنه أحب أن أنتقد حتى المراحل الأولى من التاريخ الإسلامي. فهؤلاء الشرطة كلهم قالوا إحنا الليلة راح نروح نشوفه. شوقتني لازم نروح نشوفه. الحمد لله أدركوا الشرطة البريطانية يا عباد الله، أدركوا راح يتشيعون باكر وبعدين يدوسون عليكم. يعني صدق اللي يروح يشوف الفيلم يعرف قصة العظيمة، وأنه بالفعل رسالة حب وسلام تجسدها السيدة صلوات الله عليها، كيف تحملت الظلم، كيف صبرت على هذا الظلم، كيف كانت أول ضحية للإرهاب في التاريخ الإسلامي، كيف كانت أول ثائرة في وجه الطغيان والاستبداد الذي يمثله أبو بكر لعنه الله. ما يملك إلا أن يتعاطف مع هذه السيدة ويخرج من الفيلم يقول هذه رسالة الفيلم، والله أنتم محقين، أنتم محقون. حتى واحد منهم شخصية معروفة ترى، بس حتى لا نحرج ونخاف الآن في وسط هذه الأجواء الملتهبة يعني شوية إذا كشف عنه وعن رسالته التي أرسلها إلينا واسمه كذلك، شخصية معروفة يعني إذا كشف ربما يتعرض لمضايقات، ما نريد أحد يتضايق الآن، هذول همج إحنا معتادين يعني ونعرف شلون نتعامل وياهم، بس ذولاك مساكين حياتهم يعني شلون نقول حياتهم هادئة ما بها هذا الصخب يعني، فجأة يخاف يعني يخاف كثير، فما نريد نعرضه لهذا الحرج، فقلت الأخوة هذه ما تنعرض يعني. مرسل رسالة صراحة جدا رائعة يعني، قال الجزء اللي أنا مهتم به من هذه الرسالة، ومع الأسف أنه هذا اللي الطائفة البكرية أوصلت نفسها لأن تبدو بهذا المنظار في عيون الغربيين. قال I now understand the Sunnis what they want to hide from where did they came from. الآن افتهمت السنة على تعبيره ما الذي يريدون إخفاءه بمحاربة هذا الفيلم، وهو أنه من أين جاءوا، من أي منبع، من هذا الإرهاب، من هذا الإجرام جاءوا. هذا زين يعني، هكذا أنتم سجلتم في تاريخكم هذه النظرة. بالله عليكم لو كل واحد ساد بوزة وساكت كان شنو صار؟ كانت النسبة التي ستقبل من البريطانيين على مشاهدة هذا الفيلم هي النسبة المعتادة التي رأيناها في أمريكا، في كندا، في أيرلندا، هي النسبة الشريحة البسيطة من الناس، النسبة الضئيلة من الناس، صحيح؟ لأنه يعني احنا ما ليس لنا قبل بتكوين دعائيات ضخمة. أنتم وفرتم مادة جدلية، حولتم هذا الفيلم إلى controversial film، فيلم جدلي مثير للجدل. وطبيعة المجتمعات الغربية أي شيء مثير للجدل حتى لو ما يسوى يروحون يشوفوه أيا كان. فكيف إذا اقترن مع تقييمات عالية يعني مثلا جريدة التايمز فيلم أمريكي عظيم مصروف عليه ما أدري 70-80 مليون، من الأفلام المشهورة أنا ما أعرف الأسماء الآن، فيلم جدا مشهور وله سلاسله وما ادري السي جي اي ماله وترتيباته، وهذا المفروض اللي مكسر الدنيا الان. تخيلوا في الريفيوز في التقييمات الاسبوعيه مالتهم انه شنو الافلام المعروضه الان في الساحه في السينما البريطانيه، جعلوا تقييم فيلمنا اعلى من هذا من تقييمهم لذلك الفيلم بنفس التايمز، مع انه اكو انتقادات. هو تدري هذول نقادين، طبيعة الناقد السينمائي يطلع أي عيوب بالفيلم، يحاول بأي طريقة يطلع أشياء
وينتقدون الفيلم بعض الأشياء، يعني منتقدينه بالفيلم، هذا طبيعي وهذا كله في صالح الفيلم. بس الشيء الذي كان صادما لنا البارحة سبحان الله أنه بنفس التايمز إحنا محصلين تقييم أعلى من تقييم لهذا الفيلم العظيم بالنسبة إليهم. من يصدق يعني؟